يمكن لأحد أن يحب الفضائل الإنسانية من دون أن يحب الحسين عليه السلام، كما لا يمكن لأحد أن يحب الحسين من دون أن يحب الفضائل الإنسانية، ولا يمكن لأحد أن يكره الرذائل من دون أن يكره يزيد، ولا أن يكره يزيد من دون أن يكره الرذائل. الحسين جسد جميع الفضائل، ويزيد جسد جميع الرذائل. لقد تجمعت في الحسين عليه السلام كل ما تمتع به آباؤه وأجداده من المناقب والفضائل، فكان كزرع أخرج شطأه، فعاش كل لحظات حياته في بحبوحة من الفضائل والمناقب، ثم ورثها لأبنائه وأحفاده من بعده، فما من أحد فيه عرق من الحسين عليه السلام إلا وورث منه بعضاً من تلك الفضائل وشيئاً من تلك المناقب، ذرية بعضها من بعض. بمقدار ما كان قلب الحسين عليه السلام يقطر حباً، بمقدار ما كان قلب عدوه يقطر حقداً، وتلك مفارقة أخرى من المفارقة بين الطرفين. كما هي الحاجة إلى الشمس في كل يوم، كذلك الحاجة إلى الحسين في كل يوم، وكما هي الحاجة إلى كل طيب في هذه الحياة، كذلك الحاجة إلى أصحاب الحسين عليه السلام. من لا يعرف الحسين لا يعرف الإيمان، ولا يعرف الكرامة، ولا يعرف الصدق، ولا يعرف الحرية، ولا يعرف الإخلاص. ومن لا يعرف هذه الأمور لا يعرف الحسين. ما نصرت أمة قضية الحسين إلا وانتصرت، وما خذلت أمة قضيته إلا وانخذلت، وما رفعت أمة راية الحسين إلا وارتفعت، وما نكست أمة راية الحسين إلا وانتكست. تلك معادلة من معادلات الحياة.